نحن الآن أمام ورش مجتمعي كبير وكبير جدا المتعلق بقضايا الأسرة وهو الخاص بمدونة الأسرة كوثيقة قانونية. فعلا بعد 20 سنة من التطبيق ظهرت بعض الثغرات، ولذلك كانت الرسالة الملكية واضحة بالخصوص في التركيز على القضايا القانونية والقضائية أكثر منها القضايا الشرعية أو القضايا الحقوقية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هذا الإشكال القضائي أو القانوني قد يمس قضايا شرعية أو قضايا حقوقية، لذلك كان حضور العلماء وحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الوزارية ذات الصلة بالمرأة كان حضورا مهما. الرسالة الملكية المؤطرة تتحدث عن الاجتهاد، ونحن في عصر نحن في أمس الحاجة إلى الاجتهاد لتجاوز كثير من الهنات والثغرات التي حكمت العقل الفقهي أو العقل القانوني في فترات سابقة. طبعا هناك قضايا ذات صلة بالإرث تطرح نفسها بإلحاح، هناك قضايا ذات صلة بالزواج بالطلاق. نرجو خيرا لهذا العمل الذي سيرى النور بعد 6 أشهر إن شاء الله. نرجو له الخير ونرجو للمشتغلين عليه والمشرفين عليه التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. فصول عديدة ممكن تخضع للتعديل، منها ما يتعلق بالإرث، مثلا توريث ذوي الأرحام أنا أرى أنها قضية لابد أن تدرج في المدونة. مسألة الغراوين ممكن أن يقع تعديلها. مسألة الزواج حتى هي كتاب الزواج فيه فصول ممكن تحتاج إلى تعديل، مثلا زواج القاصرات ممكن أن يخضع إلى تعديل. هذه أمور لا تنص الشريعة الإسلامية وتعديلها أو الإبقاء عليها هذا رهين بالنقاش الذي ستخضع له هذه الفصول وهذه المواد.